نشكر الزميلة سوسن سعد وتقاريرها المميزة دائما. الصراحة أنا جدا استمتعت يوم شفت المناظر اللي كانت موجودة من الجانب الطبيعي في دبي أكواريوم أو حتى الافتراضي. حسن أنت كد زرت دبي أكواريوم؟ أنا رحت مرة كنت أصور هناك في هذاك المكان، صراحة مكان جميل وحلو. أنك أنت العشاق الدايفينج اللي اليوم هم الغوص، ممكن أن هم يروحون هناك ويستمتعون بالكائنات البحرية الموجودة في هذا المكان. وكثير شفنا لقطات جميلة لاسم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وهو في هذا المكان يمارس هذه الهواية الجميلة. لكن اليوم الشيء اللي فاجأني أن اليوم وجود أيضا غوص لكن افتراضي. افتراضي يعني فيرتشوال رياليتي، انكم تتخيلون كانكم انتم صدق موجودين ويا هذه الحيوانات. الجميل يا حسن ايضا ان نحن جانب الضيافه والسياحه عندنا في دبي دائما في تطور وفي ازدهار، ودائما ننبهر بالاشياء الجديده اللي موجوده عندنا يعني. والسيرفس اهم شيء يعني عالميا نحن نعتبر رقم واحد في السيرفس. احنا دائما نقول دبي كوكب اخر يعني، ودائما فعلا اي مكان احنا نروح نسافر فيه برا نقول وين الله على دبي، وين الخدمات اللي فيها. فهذا كان شعورنا دائما واحنا نروح. ضيفنا اليوم اسم مميز في عالم اليوم الفنادق والسياحه في البلد، اسمه كمان جميل، شادي وحسن وضاوي. شوف يعني اسم مركب كذي. يا اهلا وسهلا فيك اخوي شادي، نرحب بك طبعا اليوم. ونحن نتكلم دائما الحين هذا الكلام كنا ندردش فيه انا ورحاب قبل ما ندخل، نقول فعلا لما نسافر برا نقول دبي تمتلك يعني شيء سحر مختلف ما تجد في كثير من البلدان، وهي الخدمات المميزة. شو نتحدث عن هذا الجانب اخوي شادي؟ أول شيء مساء الخير، تحياتي لكم للمشاهدين، وأنا سعيد جدا بتواجدي معكم وعلى قناة سما دبي. طبعا بالنسبة لدبي، دبي تمتلك مقومات على مستوى عالمي جعلت منها مقصدا سياحيا، أو يعني أنا فيني أقدر أستطيع أن أدعي أنها الرقم واحد، ليس فقط على مستوى الشرق الأوسط وإنما في العالم، لما تمتلكه دبي من أماكن سياحية. وتميزت دبي أيضا، دولة الإمارات العربية المتحدة طبعا ودبي بشكل خاص، في عبر الجمع بين التراث والمعاصرة، يعني بطريقة رائعة، وأبدعت دبي في الجمع بين الموروث التراثي والأماكن التراثية، وحافظت على التقاليد. وبنفس الوقت كلنا بنعرف دبي مدينة عصرية فيها يعني لوحات معمارية مهمة جدا. النقطة اللي ذكرتها مهمة جدا فعلا، ودائما دائما في لقاءاتي ومؤتمراتي وحتى مع الأخصائيين وأصحاب الشأن نتكلم عن هذا الموضوع، وهو متداول أصلا. ميزة الخدمات في دبي، دبي تكاد تكون يعني المدينة الوحيدة في العالم التي تتميز بمستوى الخدمات. وهلأ بنحكي بعدين عن الفنادق وغيرها، ولكن أعطيك مثال. إذا ذهبت إلى لا نريد أن نسمي أفضل الدول في العالم، وسكنت فور إكزامبل في فندق خمس نجوم ذا تصنيف عالي، وإذا قارنت بدبي بفندق ثلاث نجوم يعني الفارق نجمتين، تجد صدقا أن الخدمات التي تقدم في فندق من ثلاث نجوم في دبي أفضل، ليس فقط تضاهي بل أفضل من الخدمات. هذا الشيء اللي احنا دائما نتكلم عليه اخوي شادي، ولا شو رأيك رحاب؟ صح، ونبغى نعرف عن تنوع السياحة. انت قلت بعدين بنتكلم عن الخدمات، شو تنوع السياحة في دبي؟ تنوع السياحة وفئاتها في دبي. طبعا دبي تتميز بعدة أنواع من السياحة، ولكن راح نحصر التصنيف بأهم أربع فئات من السياحة. طبعا السياحة تنقسم بالأصل إلى نوعين، سياحة داخلية وسياحة خارجية. السياحة الداخلية هي من أهل البلد والمقيمين عندما يزورون الفنادق ويسكنون بها ويتمتعون بكل المراكز الترفيهية، والسياحة الخارجية هي عندما يأتيك الزوار من خارج الدولة ويقصدون دبي. بالنسبة لفئات السياحة، أهم فئة وأول فئة هي السياحة الترفيهية. السياحة الترفيهية والتي هي يعني السائح يقصد
فيها الأماكن والمنتجعات بقصد الترفيه عن نفسه، سواء كانت يعني ألعاب مائية أو سواء كانت فنادق فيها منتجعات على شاطئ البحر. وكلنا يعرف أن دبي تتميز بعدد كبير من الشواطئ البحرية المميزة التي أيضا تتواجد فيها جميع أنواع الخدمات. فالسياحة الترفيهية أولا، السياحة سياحة الأعمال أيضا تتميز بها دبي بشكل كبير جدا ومميز. وكلنا يعرف أن دبي هي مقصد لكل المؤتمرات العالمية. صحيح. التي تحصل، سواء من أهمها مؤتمر السياحة السفر والسياحة العربي، بما أنه عم نحكي على السياحة، ومؤتمر الجلف فود، وعندك طبعا جاي تكس والكثير غيرها من المؤتمرات. فإذا هذه سياحة الأعمال. رقم ثلاثة عندك السياحة العلاجية، وهذا أيضا تميزت به دبي وسائر ودولة الإمارات بشكل عام. السياحة العلاجية هي عندما يأتي الزائر أو السائح بهدف العلاج، المستشفيات ما شاء الله الكبيرة، فنادق يعني. أنا أكاد أن أقول أنها ليست فقط مستشفيات. كم عدد الفنادق اللي عندنا نحن؟ تضم دبي بحسب آخر إحصاء 2019 743 فندقا، وهي بزيادة نسبتها 3.5% عن العام 2018 الذي سبقه. وتضم دبي 126 ألف غرفة فندقية، أيضا بنمو نسبته 9% عن العام الذي سبقه. ودبي طبعا العائد من إيرادات الفندقية ثابت عند 10 مليارات درهم، ودخل دبي 16,750,000 زائر وسائح في العام 2019، والهدف كان 20 مليون زائر بحلول عام 2020، وإن شاء الله رح نوصل لهذا الرقم. النقطة الرابعة اللي قلنا عنها السياحة، شو بعد السياحة العلاجية؟ أي بعد السياحة العلاجية عندك السياحة الثقافية والتراثية، وهي سياحة مهمة جدا. كلنا يعلم أن في دبي عدد كبير من المتاحف، عدد كبير من الأماكن الأثرية، وعدد كبير من أيضا المكتبات، وأهمها مكتبة صاحب السمو الله يطول عمره الشيخ محمد بن راشد. لذلك التنوع الثقافي، وهذا أيضا بسبب التنوع الثقافي والفكري والموجود في دبي. كلنا يعلم أن دبي تضم أكبر عدد من الجنسيات على مستوى العالم، يعني العدد فاق 216 جنسية أعتقد، إذا ما كان أكثر العدد. اسمح لي أضيف شيء خامس بعد؟ تفضل. في السياحه الرياضيه بعد اليوم. انا بتقولها انت قلت اربع لنا. لا 12. 12. اوكي العدد تمام. كبير يعني ما شاء الله، هناك تنوع كبير في فئات السياحه. جميل. السياحه الرياضيه مهمه جدا، ولابد ان نذكر كاس دبي العالميه للخيول التي هي اغلى جائزه على مستوى العالم. صحيح. من ناحيه الرياضه، ايضا الرياضات البحريه، المعسكرات اللي اليوم ايضا تقام في كثير من الانديه تختار دبي لاقامه المعسكرات فيها. طبعا وغير اليوم الأسماء الكبيرة الرياضية وغيرها من الممثلين أيضا، مش بس الرياضيين أيضا، يعني يحبون أن دائما يقيمون في دبي، لأن دبي فيها هذا التنوع وهذه الأشياء اللي أنت قلت عنها بالفعل، الخدمات اللي موجودة فيها. وأضيف شيء مهم جدا، ما ننسى أنه سباق الدراجات الهوائية الذي يحصل والماراثون، وكلنا يتذكر صاحب السمو المبادرة التي أطلقها مؤخرا صاحب السمو الشيخ حمدان، بجعل الله يطول عمره، بجعل دبي مدينة صديقة للدراجات الهوائية. للدراجات الهوائية عم يشتغلوا على بكل أماكن دبي، كل أماكن الإمارة، أن يشجعوا الناس والمقيمين والمواطنين على استخدام الدراجات الهوائية لتقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون وغيره من هو مهتم جدا بالرياضة ما شاء الله عليه، يعني أنا لاحظت. لكن أنا بأرجع على نقطة الفنادق، لأن الحين إجازات وشي، فشو اللي يميز فنادق دبي كسيرفس؟ يعني قولي لي عن الموضة والأزياء بعد. لا هي بعد محل جذب يعني، الموضة والأزياء بعدين، بس الحين لأن إجازة فنبغى نعرف عن الخدمات، ليش نحن 5 ستار في كل شيء؟ شوفي دبي تسعى للتميز دائما، ونحن أصلا تعودنا، ودائما يعني طبعا أصحاب السمو وعلى رأسهم يعني صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يطول عمره، عودنا دائما على أنه نحن نطمح لأن نكون دائما في المركز الأول في الصدارة، وهذا ينطبق على وزارة السياحة أو هيئة السياحة التي يعني جعلت من أهم أهدافها أن تتميز بالخدمات الفندقية. لذلك تم يعني بحثوا عن أفضل ما يقدم على مستوى العالم، ولم يكتفى بذلك، بل يعني أريد أن يعني أرادوا أن يقدموا أفضل منه. فما يميز الخدمات في الفنادق العديد من الأشياء، أولا
نوعية الأثاث الذي نجده في الفنادق هو متميز جدا. ومثلا يعني الأسرة على سبيل المثال، هناك معايير عالية تطبقها هيئة السياحة من حيث وضع أفضل أنواع الأسرة وأفضل أنواع المفروشات التي تجعل السائح يعني مرتاح، وطبقوا أيضا معايير عالية بما يختص بمساحة الغرفة، يعني مساحات الغرف الفندقية التي نراها في دبي هي الأكبر على الإطلاق. وكلنا يعرف يعني كلنا سكننا في فنادق ونعرف أنه لازم تكون الغرفة واسعة، إذا أنت بتسكن لا ترتاح. شادي يمكن إحنا لو نجلس يعني نبحث في هذه الأمور ونتحدث عن دبي موضوع طائل. واليوم أنت سد شادي كنت ضاوي في حلقتنا لهذا اليوم، شاكر لك على تواجدك معنا، وإن شاء الله نتمنى التوفيق إن شاء الله دائما، وحب نتواصل أكيد مع بعض ونتعرف على هاي الأشياء الجميلة أيضا في دبي. يمكن الواحد السائح أحيانا أو المقيم هنا في الدولة ما يشوف هالأشياء مثل ما يشوفها السائح، فإحنا نتمنى أيضا أن إحنا موجودين في البلد ونشوف أكثر وأكثر إن شاء الله. إن شاء الله بيكون في فرصة لنحكي، يعني دبي تضم 11900 مطعم. شكرا. في كثير من الأمور إن شاء الله إذا صح الفرصة نتكلم عنها. شكرا جدا على تواجدك ويانا. والآن يا حسن بناخذ فاصل وبنرجع لكم.